انا سيدي كنا خدامين في مدينه الرشيديه في واحد الفيرما ديال النخل، والراجل ديالي معاه كان تيخدم في داكشي ديال الدواء كيداوي وكيهز الثقل وداكشي مرض، ما عرفناش شنو وقع عليه في الكرش ديالو. المهم ديتو للطبيب، ملي ديتو داكشي دوزتي قال لي السيد الطبيب دوزت عندو قال لي ودي راه جا السرطان، راه جا في الكبده. وعاود رجع ديتو دوز وما تيقش، ديتو طبيب اخر نفس المشكل قال لي ودي راه بطلي الكلوه. دابا هاد السيد هذا الله يرحم الوالدين مول الفيرما وداكشي قالنا ودي غير ديوه، هاد السيد راه ما بقاش يقدر يخدم ديوه. عاود ديتو لواحد الطبيب اخر قلت نتاكد واش عنده هذا المرض بصح ولا ما عندوش. اي طبيب ديتو ليه تيقول دير عنده مرض السرطان في الكبده وهبط ليه الكلوه. دابا ها انتم تشوفوا الحاله ديالو، ما بقاش في الحاله ديالو كاع، ما يتاكرش وتنفخات رجليه تنفخو الفخاد ديالو رجليه، المهم ما بقى فيه ما يتشاف. تي خاصنا كل مره كياكل الكله هكا يردها، سنين قابلو ما كنلقاش كيفاش نخرج، الا خرجت نسقي غير الماء حيت ما عندناش الماء، خرج غير نعمر الماء، خاصني نرجع نجري لان تنبغي نقعدو، كنبغي بزاف ديال الحوايج، خاصني انا اللي نجيب لي السطال، خاصني بزاف ديال وانا ما عنديش بناتي مجوجين بعاد عليا غير انا اللي كنهزو، وثقيل ما خصو ناموسية، هاد الناموسية كدير لي غير كرطونات، انتوما دير لي غير كرطونات باش ما تعوجش لي الناموسية. لينا الا هبطت الناموسية ودارت لي الحفرة كيبقى يغوت تيبكي تيقولك راه جنبي كيهضرني، دايرة لي غير كراطن كراطن باش ما يعواش. خصني لي ناموسية، خصني لي كروسة متحركة باش يتحرك، خصني لي انا ما عندي الصحة باش نهزو، والصحة عندي باش نخدم ما كايناش، انا كان هو اللي كان هازنا هو اللي كان خدام علينا ودابا صحتو راه ضاعت. انتم تشوفوا الحالة ديالو. واش بحال هكا ولا ما عجبتش ليه ياكل شي وكيف داكشي اللي غادي ياكل غالي. دابا الا جبت ليه بحال دابا الخبز ما كياكلوش، خصو غير شي حاجه بحال الحوت الابيض، بحال شي حاجه اللي هي ما يكونش فيها الادام ما يكونش فيها، وانا ما استطاعش ديالي يجيب لي شي حاجه غاليه بحال هذه، وانا كاريه بيت. انتما تشوفوا الحاله كي دايره، نخلص 100 درهم ديال الضو في الشهر غير انا الناس والمحسنين كيف كجيراني، وولدي تيخدم دابا 16 100، مره يخدم مره ما يخدمش، مول الكره مره يسمح لي مره يوقف عليا مره ديال الحق مره يوقف عليا مره ملي تيكونش عنده راه كيجي يزير الكره ملي ما يكون عنده راه كيسمح لي بداك الشهر وصافي. خصني نبغي ندير طبيب، خصني ندبر ليه باش نديه، خصني ما كاينش اللي غادي يساعدني، خصني بواحد المشقه غير تخرج من هنا من البيت، خصني واحد المشقه باش نخرجو، ما كنلقاش كيفاش ندير. والناس اللي هو جا باش غيهز معايا غايقول لك خرجيه ليا برا، ما يمكنش لي يدخل يهز معايا، انا تبقى ندابز معاه حتى كنخرج. اذا مرت نحطو على هاد الطواليط هذه عند الرويض باش كنبقى باش نهزو باش نخرجو برا. دابا تقريبا دابا واحد 20 يوم هادي ما خرجش، 20 يوم ما تحرك من بلاصتو، تيبغي يرد خاصني نقعدو يرد وعاود رجع تكي. كنطلب من المحسنين يساعدوني ويشوفوا في حالتي. في الليل كنعس حدا هنايا ولا هذا كنوض كنبات فايقه معاه، بالضروري خصو ينوض، حنا بغي غير يدير الماء ولا شي حاجه خصني نجيب ليه سطر، دير ليه سطر هو كاين لتحت فاش كان، هو راه تقريبا دابا راه 20 يوم ما غسل، لان انا ما نقدرش نغسل ليه، انه ثقيل عليا باش غادا خصني نهز الحصيره وخاصني عاود نحطو في الارض بزاف عليا، انا ما عنديش اللي غيساعدني. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.